السلام عليكم، مساء الفل يا جماعه، عاملين ايه؟ ان شاء الله الناس كلها تبقى زي الفل باذن الله. احنا شغالين في البراندات الاصليه، احنا صفحتنا اسمها يو اس اي ستور، بنشتغل في البراندات الاصليه، كل اللي عندنا اصلي 100%، بنشتغل ملابس، احذيه، شباشب، بوكسر، شيرت، كل حاجه عندنا اصلي، ما بنعرفش نشتري حاجه قطعه واحده بس تكون حاجه غير البراندات الاصليه اللي احنا بنشتغل بيها على طول. ده مبدئيا، ده يا جماعه حاجه اللي انا عايز اقولها لكم في البدايه، ان احنا ما بنشتغلش غير براند اصلي 100%. طبعا الناس اللي عندنا عارفه، الناس الجديده لسه تخش معانا في القناه دي بتبقى عايز تعرف احنا بنشتغل في ايه. ممكن في ناس ما تبقاش بالنسبه لها، لا يا عم لا، تعالى اتفرج بنفسك، واللي تاخده مننا اطلع بيه على التوكيل للتاكد من صحته، اطلع بيه على التوكيل تاكد. على سبيل المثال مثلا دي قطعه بوما بي ام مثلا، قطعه زي دي بي ام، تمام؟ احنا دي موجوده في التوكيل هنا في مصر، تقدر تاخدها مثلا وتطلع بيها على التوكيل. قال لك مش اصليه، تعال رجعها، واكتب كومنت كده طويل عريض قد كده، قول يا جماعه الناس دي. لكن اي حد يجتهد ويقول لك اصل واحد صاحبي قال لي كذا وواحد صاحبي قال لي كذا، احنا افضل حاجه بالنسبه لنا الناس اللي هي ايه، متخصصين. ده كلام في البدايه، معلش حابب اقوله، الناس اللي بتخش جديده برضو تكون عارفه احنا بنشتغل فين. عنواننا عندنا فرعين، الفرع الاول امبابه 20 حجر الاساس، الشارع اللي قدام مطعم البرنس، الفرع الثاني مول اركيديا كورنيش النيل، دور الارضي قدام الكافيتيريا وخير زمان، قدام الكافيتيريا وخير زمان، الدور الارضي، المحل رقم A17، ده رقم المحل A17. اوريكم شويه ملابس بليزرات اللي بقوا عندنا، وكام جاكيت كده من الحاجات اللي بقوا ان شاء الله يعجبوكم باذن الله. اول حاجه دي يا جماعه بدله سيلكتد، دي بدله سيلكتد، بدله عالميه ما شاء الله، بدله دي يا جماعه عالميه ما شاء الله، بدله محترمه جدا. طبعا في الشكل ممكن تبقى حاجه، في التلبيس موضوع تاني خالص، في التلبيس بتبان. بصوا يا جماعه ده هو الباركود بتاعها، سير نمبر بتاعها. خش كده على الباركود ده اهو، تمام، اللي هو بيبدا من اول 16 0 ده. خد الباركود ده سكرين بس، او خد الباركود ده اعمل عليه بحث وشوف البدله شكلها عامل ازاي في التصوير. عندنا مثلا بدله زي دي برضو، لا لون تاني، مقاسها 54، تمام. برضو بالمناسبه البدله اللي فاتت دي مقاسها 50، تمام، البدله دي مقاسها 54، ده لونها اسود. طبعا تقدر تلبسها تحت حاجه زي كده، كوت كده اللي هو البتاع اللي هو الكلام ده، مثلا تلبسها تحت قميص مش عارف ايه، تلبسها تحت تيشيرت راوند، لان هي اصلا البدله اصلا كاجوال، مش كلاسيك، يعني مش كلاسيك قوي. عندنا بليزرات، البليزرات دي يا جماعه محترمه جدا، من براند اسمه سيلكتد. البليزر ده اهو، ده ثمنه 600 جنيه البليزر، تمام، اصلي 100% كتان، يعني ده كتان يا جماعه، الخامة بتاعته كتان، بليزر محترم جدا جدا. عندنا منه مقاسين برضو، ايه اللي عاوز برضو حاجه يسالني عليها وانا اقول له برضو ايه تمنها كام. عندنا بصوا حاجه زي دي مثلا، البدله دي اهي، دي مقاسها لارج اهو 50، مقاسها 50، بدله محترمه جدا. طبعا انت قادر بقى ايه تاخد عليها فيست زي ده برضو، احنا بنبيعه طبعا، الفيست ده لوحده ملوش علاقه بالبدله، بس طبعا براند عالمي، مش بقى اي بدله هنا ولا هناك، تقدر تطقمها كده مع حاجه. وعندنا برضو نفس الموضوع، بناطيل لفوق خالص من نفس برضو التضليعه بتاعت البنطلون ده او ساده، تقدر تعمل بدله شياكه جدا ومحترمه جدا واصليه 100%. ده بليزر يا جماعه، بليزر برضو ده كروات كده ما شاء الله، في التلبيس برضو بيبان جدا، حاجه محترمه جدا. كل الكلام ده سليم فيت، تلبيس حلو جدا محترم جدا. عندنا الحته دي كده تحس ان هي جلد مقلوب كده، خامتها محترمه قوي قوي قوي، بدله محترمه. كل ده تلبيس سليم فيت، تلبيس ضيق وبيجي على قد الجسم بالظبط. بصوا التبطينه اصلا عامله ازاي، بصوا التبطينه بتاعتها عامله ازاي. براند عالمي بيهتم باللي جوه قبل ما بيهتم باللي بره. سيلكتد معروف يا جماعه ان هو براند تقيل جدا بره. الحته دي عايزه فنان ونجم العالم، عايزه ميسي. الحته دي بالون دور، الحته دي غريبه شويه بس عايزه واحد شياكه، عايزه مطر. بصوا حتى احنا يعني ايه ضاربين اي حاجه يعني، فاهم اللي هو تيشيرت ممكن تلبسها على تيشيرت لوحدها مثلا، او حته فيه ممكن تلبسها على ده وتحتها مثلا قميص ولا حاجه. برضو الموضوع ايه، محتاج ابداع من الواحد اللي هيشتري. يعني بدله عالميه ما شاء الله، كل البراندات دي عالميه سيلكتد. كان في منها اربعه وخلصوا على فكره. كان في منها كام حته وخلصت. عندنا ده بليزر بس كاجوال شويه، مش زي دول رسمي سنه. طويل. ده طويل كده، في من ورا من هنا كده فاتحه. برضه سيلكتد.
اتمنى الصوت يكون طالع كويس. معلش سامحوني انا مش حاطط المايك علشان الاضاءه والتصوير الكلام ده بياخد مننا مجهود كبير، احنا عايزين نوريكم شغل، بقالنا كتير ما بنطلعش من هنا، فقلنا ايه نوريكم شويه برضه. ده مقاسه لارج، دي الباقي الحاجات اللي باقيه معانا، بوريكم جواكت لان خلاص الشتاء بيودع، الحاجات دي احنا ايه بنحاول نجري فيهم. اغلبيه المسات اللي انت شفتوها دي لارج ومقاس 50 52، والحته دي جاكيت ووتر بروف مقاسه سمول الجاكيت ده. وده يا جماعه بالمناسبه عليه خصم جامد بقى ب 400 جنيه الجاكيت ده ببلاش. في منها قطعه في بيج، بيج في المحل، وعندنا قطعه بيج في المحل الثاني برضه لو حد مقاسه سمول او ميديوم ومهتم بالحاجات اللي هي الووتر بروف اللي شبه كده، عليها عرض ب 400 جنيه بس كل اللي موجود سمول وميديوم، مقاس صغير بس. عندنا برضه ايه اخر برضه حاجه ما تبقى من السلكتد الحاجات دي، عندنا ده جاكيت طويل كده، جاكيت خفيف. بصوا ده عايز محمد اسلام، بصوا جامد جدا ده في التلبيس برضو بيبان. بصوا في سوسته من ورا من اول الجيب لحد اخر الجيب، باينه؟ باينه ولا ايه؟ باينه اهو، هي بصوا ده فيها سوسته من هنا لحد فوق خالص. جاكيت خفيف مش تقيل، جاكيت ده خفيف مش تقيل، وده ثمنه 700 جنيه يا جماعه. عندنا حته بتاعت وكلاء النيابه، الحته دي اخر قطعه برضو، كان عندنا منها 3 قطع ودي اخر واحده فيهم، حته ما شاء الله قويه جدا. تلبسهم لارج دول يا جماعه مش اقل من كده، تلبسهم لارج الحتتين اللي انا وريتهم لكم دول. الجاكيت ده ثمنه 1000 جنيه، جاكيت عالمي عالمي عالمي، يسوى 1500 جنيه في اي مكان تاني، يسوى 1500 جنيه في اي مكان تاني والله العظيم، بس احنا بنحاول نجري. طبعا في البراند هتلاقيه معدي ارقام، لو اصلا في سيلكتد في مصر بس هو قفل، قفل في مصر وقفل في دبي كمان، ما بقاش بيشتغل في الوطن العربي خالص، شغال بره في اوروبا بس. بصوا تفاصيل محترمه جدا. طبعا احنا وريناكم شويه اللي هم الجواكت والبدل وكده، نوريكم برضو ايه سديري، ممكن برضو تاخد سديري على بدله، تاخده مثلا على فكره زي اللي احنا عاملينها دي. افكار افكار، كل واحد ليه حريه يعمل اللي هو عايزه في الحياه يعني. دي حته كده فاهم، ممكن ايه كده اهو على بنطلون باجي تبقى زي حواس في نفسك، صح ولا ايه؟ عايز واحد مريض سياحي، اديله عم ايوب. دول كل البليزرات دي كلهم مقاسهم لارج، لا ده ميديوم، ده مقاسه ميديوم، ده طبعا لوحده من غير التيشيرت اللي معاه، ده برده مقاسه ميديوم يا جماعه. برده تقدر تعمل برده عليك نفس الفكره، تيشيرت ابيض من تحتيه فوق قميص مش عارف ايه في مناسبه خفيفه، الكلام ده الحاجات دي محترمه جدا ما شاء الله، في ناس اللي بتاخد منها دايما بتشكر. انا لو عايز احط كومنتات الناس اللي بتكتب لي كلام كبير والله هحط كده، بس الحمد لله احنا مش محتاجين يعني، بفضل الله بفضل الناس بتتصل عشان تشكرنا على الحاجه اللي بتروح لها، الحمد لله بفضل الله ما حدش بياخد حاجه، حتى لو في حد خد حاجه وما فيش حاجه عجبته او طلع اختياره مثلا مش موفق وبتاع، احنا ما عندناش مشكله خالص، بنرجع لاي حد 14 يوم فاتوره، ترجع تقدر تروح التوكيل تتاكد من المنتج، كل الضمانات احنا بنديها. عندنا قطعه زي دي مقاسها لارج، نفس القطعه اللي فاتت نفس الموديل بس تلبيس كبير شويه. عندنا فيست، عندنا واحد زي ده عالمي ده، بصوا ده ما شاء الله خفيف قوي، برضو عايز فرح ده برضو تحت اي بليزر مثلا من البليزرات دي، اي حاجه يعني مش شرط يعني، انا عايز بس ايه اطلع كده بالخيال يعني فاهم، اهو مثلا كده بليزر مثلا كده في كده. بصوا الالوانات، انا قادر انسق، انا بعرف انسق الموضوع ده كويس يعني، حته كده في حته كده مع بنطلون مثلا نفس اللون ده مثلا هتلاقي الطقم جامد، بيج بنطلون بيج غامق، وانتظروا بناطيل نفس اللون، في بناطيل نفس اللون عندنا لسه هتتعرض ان شاء الله باذن الله، حاجات بقى والوانات وحاجات جبردين عالميه باذن الله. فانت تقدر توفق مع الحاجات دي مع البليزرات دي، تقدر توفق كلام زي كده اللي هو السديري من الكلام ده، طبعا افراح بقى مناسبات الكلام ده الحاجات دي مطلوبه جدا يعني. دي برده قطعه اخيره، الخامه بتاعتها عامله زي الميلتون شويه، ومن ورا ستان، دي المقاس بتاعه 50 سايز 50 اهو، طبعا برده بدله مقاسها 50 يبقى ده يمشي اي 50 نفس الكلام معاها. الحاجات دي برده ايه سعرها 300 جنيه الحاجات اللي هي دي، طبعا احنا لا نقارن عشان برضو ايه الناس برضو لو ممكن تقول لك ده في بدل مثلا في وسط البلد في هنا في هنا، لا نقارن، البراندات لا تقارن ابدا بالحاجات التصنيع، البدل التصنيع اللي في وسط البلد او هنا وهنا الموضوع مختلف
نهائي في الخامة في اللبس ما بعد اللبس، وده الأهم، إن أنت لما تاخد حاجة تلبسها تغسلها ترجع زي ما هي. الحاجات دي مهمة جدا عشان الناس تبقى عارفة. حاولنا نوريكم شوية حاجات من الموجود إن شاء الله بإذن الله. اللي عاوز أي حاجة نحط رقم أستاذ أيمن هنا شريكي، وأي حد يعوز أي حاجة وعايز نصورها له هنصورها له حتى لو ما عرضناهاش في الفيديو. شكرين جدا. أوريكم أستاذ أيمن بقى بنفسه أهو الراجل ده. السلام عليكم. مساء الفل يا جماعه. مساء الفل يا جماعه. الراجل ده هو ده يا جماعه. ايه لو ايه عوزتوا اي حاجه من الحاجات اللي انتوا ايه بتشوفوها دي او غيرها تابعوه تكتبوا له، انا عايزين من دي عايزين من دي. هو اكتر مني في المحل دلوقتي، موجود اكتر مني، فاحنا ايه بنحاول نكمل بعض شويه. انا اعمل حاجه وهو يعمل حاجه عشان نقدر نوفر للعميل حاجه كويسه. واي حد خد مننا حاجه او بعت لنا واحنا قصرنا معاه في الوقت حقك علينا، ما تزعلش قدام الناس كلها. يعني اي حد خد مننا حاجه او بيكتب وما فيش رد بسرعه او الموضوع اتعطل، معلش خالص احنا بتاسف جدا للموضوع ده. احنا مشينا واحد بسبب الناس بتزعل بسبب الاهمال، ولو اتكرر من الناس اللي معانا تاني. انا اهم حاجه الناس تشتغل مظبوط، الشغل يطلع مظبوط، الناس كلها تبقى مبسوطه مننا، ده هدفنا. بنقدم شغل كويس، لازم اللي موجود في المكان معانا اخونا ابونا اي حد لازم يكون على نفس الكفاءه اللي احنا بنعملها. بنتعب جدا، والشخص اللي معاه ممكن يقصر فيديك انطباع عني مش حلو، واحنا مش كده خالص. ومشكرين جدا. السلام عليكم.